كده ان رمضان السنه دي على فكره داخل علينا باكلات كتير وجديده بقى بعد طبعا برامج الطبخ كتير قوي بقت بتطلع، بس طبعا لازم ناخد بالنا وناخد حذرنا كويس جدا، وتاثير الاكل الكتير ده على معدتنا ممكن يكون خطر، خصوصا انه معدتنا بتبقى قاعده فترات طويله من غير اكل في وقت الصيام طبعا، فده بيأثر تاثير كبير جدا. خلونا نسال او نعرف بالظبط من اول ما المدفع يضرب لحد ما المدفع السحور يضرب هنعمل ايه؟ ده كله مع الدكتور محمد الحسنين استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، واللي معانا دلوقتي على التليفون. الو دكتور محمد، اهلا بيك وكل سنه وحضرتك طيب. طبعا احنا 9 ساعات تقريبا من 6:30 ل 3:30، 9 ساعات مش عايزين نرحم نفسنا احنا في التسع ساعات دول يا دكتور، بنعمل كل حاجه، عايزين نشرب وناكل وكله، نعمل ايه بقى؟ كل سنه وانتم طيبين والساده المشاهدين بخير. احنا بنقول ان يعني شهر الصيام لابد نخليه فتره لصيانه الجهاز الهضمي. كل حاجه في الدنيا محتاجه صيانه، فجسمنا اولى بالصيانه. فشهر رمضان يعني ممكن الاكلات بقى واكلات حلوه وكده، بس اهم حاجه نختار نوعيه الاكل ونختار الكميه. يعني لكن يتحول بقى ان شهر الصوم يتحول لشهر الاكل، ده يبقى فقدنا الأهمية بتاعت هذا الشهر. صحيح. طيب هنعمل إيه بقى؟ أولا في حاجة مصطلح جديد اسمه إدمان الطعام. إدمان الطعام ده هو اللي بيخلي الناس. اسمه إيه يا دكتور تاني معلش؟ إدمان الطعام. نعم نعم. إحنا متهيألي كلنا عندنا إدمان الطعام ده. ده بيظهر إمتى بقى؟ في أول 3 أيام أو 4 أيام من شهر رمضان، وخاصة مع الناس اللي هي عمالة متعودة إن هي تاكل عمال على بساطة وبتزود في الأكل. المفروض حتى في غير رمضان يتم الأكل في أوقات محددة. يعني إفطار، فات الظهر، غدا، عشاء. ما نقعدش بقى كل شويه ناخد حته من دي وحته من دي ونخلي الجهاز الهضمي يشتغل على العمال وعلى البطال. ده بيجهد الجهاز الهضمي. طب دكتور خلينا نقول للناس اللي بتشوفنا دلوقتي من ساعه ما المغرب يأذن المفروض ناكل ايه لغايه السحور؟ تمام. اول حاجه احنا المعده بتكون والجهاز الهضمي بيكون طول فتره الصوم الاسترخاء. فلما نيجي نفطر بقى يبقى الموضوع نفتكر حاله اللعيب اللي هو قاعد على الدكه وبيسخن وهينزل الطب. يبقى لابد ان احنا هنعمل عمليه تسخين او احماء للجهاز ما نعملوش شوك. يعني في ناس بتقوم عامله له شوك على طول كده، عامله له صدمه بالاكل، ان هو ياخد يكون عيان يكون عطشان يشرب ميه كتير قوي او عصاير او فعلا. ياكل كتير قوي. صحيح يا دكتور فعلا. طب سؤال سريع يا دكتور بعد اذنك، سؤال سريع. نعم. جدا سؤال سريع يا دكتور، كنت عايز اعرف، ناس كتير جدا بتقول مش مشكله انا هاكل اللي هاكله مش مشكله انا في الاخر ايه ههضم بالرايب، هل ده فعلا كلام صحيح ولا لا؟ لازم برضو ناخد بالنا من اكلنا، ولا هل فعلا لو كلنا زي ما احنا عايزين بس شربنا رايب في الاخر ده بيحل كل المشاكل؟ لا 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 لا، ما فيش حاجه اسمها كده. كلام مش مظبوط. لا طبعا لا طبعا، هو اي حاجه بتساعد على الهضم لها دور محدود، لكن اهم حاجه ان احنا بعد الفطار بعد اذان المغرب ان احنا الاول ناخد حاجات ما تكونش برد قوي ولا سخنه قوي. يعني الميه الساقعه او العصاير حاجات كلها تكون متوسطه الحراره، بتعمل كرام بعضله المعده. بتخلي المعده فيها كرام، فالهضم موزون مبقاش مظبوط. الحاجه اللي بعد كده ان احنا ناخد عصاير زي ما قلنا، لا حاجه قوي ولا سخنه قوي. السكريات مهمه. ندي نفسنا فرصه نصلي المغرب كده، ما ناكلش على طول. نعم. لان احنا بنقول المعده بنخليها في حاله احماء. صحيح. يعني يا دكتور تسخين مظبوط كده عشان تقدر تستوعب الاكل. وبعدين بعد بقى ما نبدا ناكل، يعني زي ما قلنا ناكل وجبه صغيره، يعني ما يكونش الفطار هو كل اكلنا بقى خلاص، احنا صايمين بقى لنا 15 ساعه هناكل في نص ساعه كل اكلنا. لا، كل السفره هيتاكل. هنعوض. انا بشكرك يا دكتور والله جدا على النصايح الجميله جدا جدا دي، وافتكروا دايما ان رمضان ده ديتوكس، يعني احنا بننظف برضو جسمنا فيه زي ما بننظف روحنا فيه، بننظف جسمنا فيه من الحاجات بقى الجانك فود والاكل الكتير والحاجات دي، جسمنا محتاج يرتاح. فيرتاح شهر في السنه دي مش